یہ دعا جو آپ ابھی سننے والے ہیں، یہ دعا آپ کو کروڑ پتی بنا دے گی انشاءاللہ۔ یہ بہت مجرب دعا ہے، غریبی تنگ دستی سے نجات کے لیے یہ خاص دعا ہے۔ اس دعا کو جو شخص روزانہ سننے کا عادی بن جاتا ہے، روزانہ سن لیا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام مشکلات کو حل فرما دیتا ہے۔ جس گھر میں پریشانی بنی رہتی ہے، وہ شخص روزانہ اس دعا کو سن لیا کرے۔ جس گھر میں بیماری ہے، جس گھر میں آسیب کا اندیشہ ہے، جس پر پہاڑوں برابر قرضہ ہے، وہ شخص روزانہ اس دعا کو ضرور سنے، انشاءاللہ ہر طرح کی کامیابی سے وہ مالا مال ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، آپ سے میری گزارش ہے، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ تمام مشکلوں سے نجات پا جائے، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ مال و دولت والا بن جائے، آپ کے کاروبار اچھا چلے، آپ کے دکان مکان اچھا چلے، آپ کا کام کاج خوب چلے، خوب برکتیں نازل ہو آپ کے گھر پر، آپ کے اولاد آپ کی بات مانے، تو آپ ضرور اس دعا کو سنیں۔ روزانہ دعا کو سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ روزانہ یہ ویڈیو آپ کو آسانی سے مل جائے، اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا۔ آپ لوگ لائک نہیں کرتے ہیں، آپ کی ایک لائک سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خوشحال رکھے، آپ کی فیملی کو خوشحال رکھے، آپ کو تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ کمنٹ میں آمین لکھ کر دعا میں شامل ہو جائیے اور دھیان سے اس دعا کو سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد راه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من ايات ربه الكبرى افرايتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى الكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمة عزيزى ان هي الا اسماء وسميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ام للانسان ما تمنى فلله الاخره والاولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى ان الذين لا يؤمنون بالاخره ليسمون الملائكه تسميه الانثى وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عما تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ان ربك واسع المغفره هو اعلم بكم اذا شعكم من الارض واذا انتم اجنه في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى افرايت الذي تولى واعطى قليلا واكدى اعنده علم الغيب فهو يرى ام لم ينبأ بما صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى
وانه هو اضحك وابقى وانه هو امات واحيا وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفه اذا تمنى وان عليه النشاه الاخرى وانه هو اغنى واقنى وانه هو رب الشعرى وانه اهلك عادا الاولى وثمود فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون فسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آيات يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنازع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعوه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتزر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر
يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.